التستر على شخص مطلوب يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وأي شخص يتستر على حمدان أو يعرف مكانه راح يتحمل اللي يجي. هذا كل ما لزم إنكم تعرفونه. قول لي ايش صاير؟ لا 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 ما اقدر اتحكي. تحكي وحكي حمدان رخصوا وياك. اقول لك الحراس محلفيني ان ما اقول لكم ولا شيء ولا تحكي. شرد ها؟ حمدان قدر يشرد بالسجين؟ يسمون له نط عنترو. كفو عليه يستاهلون قربلوه المسكين. اوف ان غربلوه هالملاعين لا يعطونا لا ماي ولا اكل. حسبي الله عليهم هالظلام. زين اذا انت على قولتك كذي شلون قدر يشرد؟ لا 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 هالشيء اسمح لي ما اقدر اقول لك. طق الحارس وشرد. طق الحارس؟ حمدان اطلع بسرعه. هو صاير المحل راح يتسكر لما نحصل ولدك حمدان. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ولدي سويته فيه. ولدك شارد ولا تطولها معاي. طلعوا برا المحل بسرعه. طلعوه. حسبي الله عليكم. على الهدره. يلا حسبي الله عليكم. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد على شغله. سويته في بنت الوالي كله منك مو من الغول مالك هذا. اوهو انا كله مني؟ ما حد قال لها تدخل منطقتنا. بعدين عمرك شفت بنيه عاقله تدخل الغابه في الليل؟ هذا اذا كانت بنت عاديه مو بنت الوالي. انا شلون جيت هني؟ هذه اللي جابتني. لا تخافين لا تخافين. انت شو مدخلش منطقتنا؟ ايش كنت تسوي في الغابه في الليل؟ ها؟ انا اسف اني دخلت منطقتكم بدون استئذان، بس كنت ضايعه في الغابه. تبين رجعك البيت؟ يصير اقعد عندكم شوي؟ يصير يصير حياتي يصير يصير حياتي يعني شوية شوية بس. وليش تبين تقعدين عندنا؟ أنا أسفة ما أقدر أقول لكم شيء الحين، بس صدقوني بيتكم هو أأمن مكان أكون موجودة فيه. صدقوني ما راح أسبب لكم إزعاج، وجودي بيكون مثل عدمه. ثني اثبت لنا انك ما راح تجيبين لنا المساكن. اها تراك غربلتنا. ما عليك منه، انا موافق انك تكونين موجوده عندنا. انا بعد احنا ما بنخليش عندنا. مشكورين. بس ها ابيكم توعدوني وعد انكم ما تقولون حق اي احد من اهل المدينه اني عندكم، يعني على اساس انكم ما شفتوني. بسم الله عليك امه. بسم الله عليك. شوي شوي مال الشربين شوي شوي. ذكري الله ذكري الله. صلي على النبي يا بنت الحلال ان بعد العسر يسر. لا تحاتين يمه لا تحاتين. شلون ما حاتي يمه؟ وأنا ما أدري ولدي وينه، هو حي ولا ميت؟ بسم الله عليك. الله يهديك الله يهديك يا حمدان. بعد ما زيقت قلوبنا على دخولك السجن الحين تقوم وتشفد؟ أنا بعرف الصبيفي طالع على منو؟ عنبو شق الأرض وطالع مشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل. عنبو ما يعايز. يما بسألك
ما تحسين ان اثار الشاي لحين موجوده؟ صلي على النبي يا لولو، سالفه الشاي خلصناها، ومن اللي خلصها عنا؟ صالح ما قصر. زين ما قلت شيء انا. ويه كلام بنتي عدل، قبل الشاي ما كانت لنا كروش، كانت بطولنا لاصقه في ظهورنا، ما كنا لين مشينا ما تعرفين ان احنا رايحين والله احنا جايين. قال احنا لازم نرجع مثل ما كنا واضعف بعد. شلون عاد؟ شلون بعد؟ الواحد يحافظ على جسمه ويضعف بالرياضه، بس احنا ما نعرف نلعب رياضه. عفوا عليك وانا معتيج من باكر. شلون من باكر؟ من اليوم. شوفي احنا راح نخليك قاعدين بالبيت، لكن ها ترى امانه ان شاء الله. قفل على الباب. لا تطلعين برا البيت ولا تبطين حق احد الباب. تمرون امر. سمعي عدل تجي تبطلين الباب، تجي ما تبطلين الباب. بس انا ما فهمت شنو الفرق بين الطقتين. اوها هذي ما تفهم. كدي بطلين، كدي ما تبطلين. ايه الحين فهمت، الحين فهمت. يلا نمشي، يلا يلا. بلهان اقول لك شيء، بس لا تقول حق احد. ما راح اقول حق احد.